بيكم في حلقة جديدة من ويكلي نيوز. أنا إيجي جريلينا من عرب هاردوير. أول خبر معانا بيعلن إن لعبة The Division مش هتبقى pay to win، أو بمعنى آخر إنك تشتري حاجات بفلوس حقيقية عشان تكسب. أكد لنا مدير التواصل الاجتماعي ليوبيسوفت ناتشي ستابرز بالمعلومة دي على تويتر، عشان اللاعبين كانوا قلقانين من حاجة زي كده. والحقيقة فعلاً أفضل الألعاب اللي بتكسب فيها بتبقى بالمجهود والعدل مش بالشرف. مبيعات Rise of the Tomb Raider على البي سي أكبر بثلاث أضعاف من مبيعات الأكس بوكس في أول شهر من الإطلاق. كلنا عارفين السبب طبعاً، لأن الجرافيكس أقوى بكتير على البي سي، وده بيخليك تعيش المتعة الكاملة. بس برضو محدش كان متوقع ان الفرق هيبقى كبير كده. Battlefield 5 هو العنوان الجديد اللي احنا مستنيينه بفارغ الصبر من ساعة ما EA صرحت رسميا السنة دي من غير اي تفاصيل او معلومات رسمية، غير ان اللعبة هيدور احداثها في الحرب العالمية الاولى، وهتكون اللعبة من النوع التخطيط العسكري، وقرب لعبة للنوع ده Rainbow Six Siege. في اشاعة بتقول ان Battlefield 5 هتنزل في اكتوبر. واحنا لسه بنتكلم عن Battlefield، جهز نفسك عشان تنضم لدوري PLG مع Battlefield 4. دلوقتي عندك الفرصة انك تعيش المغامرة دي، انك تجمع فريق قبل بداية البطولة الرئيسية، وتقدر تقول ان دلوقتي بطولات الاونلاين للعالم العربي هتبدأ مع موسم الربيع. مشتركين من البحرين، مصر، الاردن، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، السعودية والامارات، وهيتم اضافة اكتر في موسم الصيف. الجوائز في البطولة دي اكتر من 10,000 دولار. زي ما اتكلمنا قبل كده على الواقع الافتراضي الفيرتشوال رياليتي واهميته واهتمام الشركات الكبيره بيه، سوني شكلها كمان بتجهز لاختراع جديد كجزء انك تعيش الواقع الافتراضي، وهو قفاز للبلاي ستيشن يتم استخدامه مع نظاره الخيال الواقعي بلاي ستيشن فيرتشوال رياليتي للتحكم بلعبكم، وفي سنسر حساس عشان حركه الصوابع، وبكده تقدر تستخدم اسلحه مثلا او حاجات تانية. يا ترى الاختراع ده هيلغي فكره الكنترولر؟ اول خبر معانا في التكنولوجي ان سوني صرحت انها مش هتنزل اي هواتف من سلسله اكسبيريا زد، وده معناه ان مش هيكون في زد 6، ولكن سلسله الاكسبيريانس اكس لسه موجوده وهيفضل ينزل منها. اعلنت MSI عن لوحه B150M Gaming Pro، ودي لوحه مايكرو اي تي اكس موجهه للاعبين، وبتدعم الجيل السادس من البروسيسورز بساقه ال LGA1151. زي ما عودتنا MSI وهي من احسن الشركات دلوقتي في مجال اللابتوب، MSI اطلقت بشكل رسمي جهاز جديد بيشتغل مع حركه العين، GT72S Dominator Pro G Toby، وكان لنا فرصة اننا نجربه السنة اللي فاتت في معرض كومبيوتكس. تقدر تتحكم وتتحرك وتضرب نار وتسوق بس من خلال حركة العين. الخبر ده غريب شوية بس مفيش مانع ان احنا نغير. التكنولوجي فعلا دخلت حياتنا في كل حاجة، حتى فرشة الاسنان، من ناحية ان بقى فيه اب مخصص لفرشة اورال بي الجديدة اللي بتشتغل عن طريق تثبيت الموبايل قدامك، والاب بيقولك انت غسلت اسنانك كويس ولا لسه محتاج تنظيف زيادة. اخر خبر معانا ان ابديت الفيسبوك الجديد ضحكنا كلنا، اللي هو عباره عن ردود افعال للمستخدمين. لو لسه ما ظهرتلكش التعبيرات دي، كل اللي عليك انك تعمل ساين اوت وساين ان تاني، او تحدث برنامج بتاع الفيسبوك عندك على الموبايل. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وعشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الاخبار تابعوا موقع arabhardware.net وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستغرام. ما تنسوش تعملوا فوتنج على تويتر لو انت متحمس للدوري وهتشترك في بطوله الاونلاين PLG بتاعه باتل فيلد 4 ولا لا.